للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور حسام، تفاصيل حملة 100 يوم صحة والمستهدفات من المستحقين لهذه الحملة وما تقدمه من خدمات. حملة 100 يوم صحة تستهدف الوصول إلى 104 مليون مواطن مصري بحسب التعداد الأخير الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على أرضها، ورقم عددهم يقرب من 9 مليون تقريبا. النهاردة استعرض الدكتور خالد عبد الغفار التقرير الخاص بنتائج الحملة والخدمات التي قدمتها في 3 يونيو بالأمس. ففي مجال صحة المرأة احنا بنتكلم على فحص أكثر من 8033 سيدة، وفي زيارة لأول مرة، وأكثر من 27067 سيدة في الزيارات المتكررة. فبالنسبة لمسح السمع وحديثي الولادة فحصنا أكثر من 609 طفل. المبادرة الرئاسية الخاصة بالأمراض المزمنة كان هناك فحص ل 26689، ومبادرة فحص الأم والجنين 2303، وفحص المقبلين على الزواج 1860، وفحص الأورام 7183، والمنتفعات بعيادة تنظيم الأسرة بلغ الرقم 47879. الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات تتكلم على 41070 زيارة، والمترددين على القوافل الطبية اليوم كانوا 8667. تطعيمات تم تطعيم ما يقرب من 62561 من مستحقي التطعيم، وتحويل 483 من المحتاجين لتدخلات جراحية في مدار السيد الرئيس القضاء على قوائم الانتظار، وإصدار 487 قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي 234621 خدمة تم تقديمهم يوم 3 يوليو للمنتفعين بمبادرة السيد الرئيس 100 يوم صحة. إجمالي التراكمي لأعداد من استفادوا بالخدمات الصحية بالمبادرة من يوم إطلاقها في 25/6 بلغ 3,285,950 مستفيد من الخدمات التي او خدمه تم تقديمها للمواطنين منذ اطلاق المبادره فيما يقرب من 9 ايام حتى الان. نعم دكتور حسام، اي الاماكن التي تقدم هذه الخدمه للمواطنين؟ اين يتجه؟ تقدم من خلال وحدات الرعايه الاساسيه في كل المحافظات، نتكلم على اكثر من 5000 وحده رعايه اساسيه او مركز طبي، ومن خلال 62 قافله موجوده في ايضا في 27 محافظه، وكذلك من خلال التواجد في اماكن التجمعات زي المولات، وعلى صعود اماكن الاستضافه بالنسبه للمصطافين في فتره الصيف، وكذلك في الحدائق والمنتزهات واماكن التجمعات التي يكثر فيها تردد المواطنين. وللاستفسار يمكن الاتصال دائما بالرقم بالخط الساخن 1355-3. مرة أخرى الرقم الساخن 1355-3. نعم. لمبادرة 100 يوم صحة يمكن من خلاله الاتصال ومعرفة أقرب مكان لتلقي الخدمة للراغبين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.